А вон крылья. Или это не то? Нет, я тут отсюда. Да. وكأننا نشاهد مباراة ملاكمة وليس حربا، فتوجه روسيا لكمة لأوكرانيا وترد أوكرانيا بلكمة إلى روسيا. ورغم أنه لا تأكيد رسميا على أن المسيرات التي استهدفت مباني سكنية في موسكو انطلقت بأوامر أوكرانية، فإن كل أصابع الاتهام لا تتجه إلا إليها. فأفاد سكان في العاصمة الروسية لسماع دوي انفجارات في مدينتهم، بينما أكد عمدة موسكو باستهداف العاصمة بطائرات مسيرة تسببت في أضرار طفيفة بعدة مبان من دون وقوع أي إصابات، وأنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فور اقترابها. أما أوكرانيا فلم تصدر أي تعليق على هذا الهجوم الذي انتشرت مقاطعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن عدم تبني هذا الهجوم أو التعليق عليه لا يبعد أصابع الاتهام عن أوكرانيا، فهي الغريم اللدود والأقرب جيوغرافيا إلى روسيا، كما أن هذا الهجوم هو الثاني من نوعه ويأتي بالتوازي مع الهجوم الروسي الجوي المكثف على كييف فجر هذا اليوم، ليكون الثالث في 24 ساعة، وهو أيضا حاز على تفاعل واسع عبر السوشيال ميديا. بين المسيرات التي حلقت في سماء العاصمتين المتعاديتين، تحول اهتمام رواد مواقع التواصل وتعليقاتهم إلى هذه الحرب الجديدة من نوعها. سنقرأ لكم بعضا من آرائهم. نبدأ من زاهر: حلوة شغلة المسيرات هاي، حتى الحروب بطل يلزم فيها بشر، وصار هذا يبعث مسيرات وهذا يبعث مسيرات. علي أيضا كان له تغريدة: وصول المسيرات إلى موسكو أكبر دليل أنه اللي بيحارب روسيا هي أمريكا ودول الناتو، يستحيل أوكرانيا تصل إلى قلب موسكو بهذا الشكل مرتين وراء بعض. أيضا عمر حلل في تغريدته: بغض النظر عن الخسائر فإننا نقرأ بأن الحرب الروسية على أوكرانيا قد انتقلت إلى تصعيد خطير، يدل على الرغبة الأمريكية والأوروبية لكسر هيبة روسيا من خلال استهداف عاصمتها. طيب، لنعرف أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. سيد خليل، مرحبا بك معنا في منصات. تعرضت العاصمة الروسية موسكو فجر اليوم لهجوم بمسيرات، طبعا هذا الهجوم تسبب بأضرار طفيفة لعدد من المباني. بداية، ما هي توابع هجوم الطائرات المسيرة على العاصمة الروسية للمرة الثانية؟ نعم، التوابع الأساسية في هذه المرة وفي المرة السابقة هي توابع سيكولوجية. نعم. يعني من المرجح أن هذه المسيرات هي أوكرانية، لأن لدى أوكرانيا أكثر من 20 مصنع لتصنيع هذه المسيرات محليا، وينكب عليها مهندسون وجامعيون منذ أن بدأت الحرب. أوكرانيا تمتلك الألاف من هذه المسيرات، ووفقا لهذا النوع الذي رأيناه هذه المرة الأولى التي نرى فيها من أوكرانيا مسيرات أجنحتها الكبيرة هي في الخلف. يعني عندما البعض ينظر إلى المشاهد يعتقد أن الطائرة تسير إلى الخلف، ولكن هذا ليس صحيح. هذا النوع من المسيرات يطلق عليه اسم البطة، يعني على كطير البطة تماما، وهي مداها يمكن أن يصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر، ولكنها صغيرة الحجم، ومن المؤكد أنها لم تكن مزودة بالمتفجرات، أو على الأقل واحدة فقط منها أشير إلى أنها كانت فيها متفجرات ولكن بكمية قليلة ولم تنفجر. وهذا يعني أن الذين أرسلوا هذه المسيرات يريدون مفعول سيكولوجي، أي أن بما أن كييف لا تنام بسلام بسبب القصف الروسي، وهناك نوع آخر من المسيرات والصواريخ الذي يسقط على كييف، فهي صواريخ كاليبر وإسكندر وغيره، يعني من العيارات الثقيلة والتي تنفجر والتي أسقط معظمها وفقا للأوكرانيين، ولكن بما أن كييف لا تنام بسلام يجب على موسكو ألا تنام بسلام. وهذا صحيح، يعني
المفعول السيكولوجي مهم جدا يعني. طيب من هذا المنطلق وزارة الدفاع الروسية قالت بأنه تم إسقاط 8 طائرات مسيرة بمنظومات الدفاع الجوي وأيضا تقنيات الحرب الإلكترونية. كيف ترى مستوى جهوزية منظومات الدفاع الروسية أمام هذا النوع من الهجمات العسكرية؟ نعم، عندي تعليقين هنا. التعليق الأول، يعني عندما قطعت هذه المسيرات مسافة 700 كيلومتر وأكثر دون أن تعترضها الدفاعات الجوية الروسية إلا على تخوم موسكو، هذا يعني أن هناك يعني ثغرات كبيرة في هذه المنظومة. طبعا هذه المسيرات صغيرة تطير على علو منخفض. الأنظمة الدفاعية الجوية الكلاسيكية يعني S-300 وS-400 وS-200 غير فاعلة تجاهها، إنما منظومة البانتسير الروسية التي استعملت هذه المرة ولكن في موسكو يعني كانت وفقا للروس كانت فعالة، ورأينا طائرة تعترض في الجو وتسقط يتم تدميرها تماما. الروس قالوا أنهم اعترضوا 3 بالإلكترونيات، يعني حوروا مسارها، والخمس الباقين أسقطت. ولكن هناك إفادات شهود عيان في موسكو أن هناك 3 من هذه الطائرات اصطدمت بمبان، وهو المنظر اليوم، المشهد أمامنا اليوم، هذا مبنى اصطدمت فيه مسيرة وليس شظايا مسيرة، وواضح المأثر يعني في المكان الذي اصطدمت به المسيرة. ولكن من الواضح أن هذه المسيرة يعني المتفجرات الموجودة فيها أو الوقود الموجود فيها هو ليس استراتيجي، يعني لا يمكن لهذه المسيرات أن تتسبب بأضرار. والدليل أنه ليس هناك خسائر بشرية، يعني بلدية موسكو تحدثت عن جريحين ثم قيل أن هناك قتيل ولكن بعد ساعات، وهذا أمر مشكوك به. طيب من ناحية أخرى وفي الآونة يعني الأخيرة سيد خليل، يعني روسيا صعدت من عمليات المسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف، ما التكتيكات المستخدمة في هجوم المسيرات على كييف؟ نعم، موسكو تهاجم كييف ليس فقط بالمسيرات وبالصواريخ العابرة من نوع كاليبر، ويوم أمس استعملت صواريخ الإسكندر التي هي باليستية وفتاكة جدا. ولكن يعني ما هي التكتيكات؟ أو يعني العاصمة الأوكرانية مجهزة بنظام دفاع جوي متكامل، من بين هذا النظام هناك بطاريتين باتريوت، وهناك أيضا بطاريات أرض جو ألمانية وأخرى ربما إسبانية، لسنا متأكدين. ولكن هذه الدفاعات يعني تصل إلى درجة يعني عدد الصواريخ الذي ترسله روسيا في كل مرة يفوق عدد أو إمكانية هذه الدفاعات لإسقاطها جميعها. نعم. نسبة إسقاط الصواريخ الروسية والمسيرات الروسية التي تستهدف كييف هي تفوق 80%، إنما 20% الباقية التي يعني تنهال على الهدف أو تسقط على الهدف هي كفيلة بالأذى وبإسقاط قتلى، وقد سقط قتلى يعني يوم أمس. إذن يعني التكتيكات هي يعني استعمال العدد الكثيف لتجاوز الدفاعات الجوية على كييف. هلا العكس ليس صحيح، يعني الهجومات بالمسيرات الأوكرانية على موسكو على روسيا يعني كان عددها 15 كلها منذ سنة حتى اليوم، يعني هذا ليس بالأمر الاستراتيجي. شكرا جزيلا لك من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو.